الجدول يا جماعة غير طبيعي، غير طبيعي، ولما الجهاز الفني بيشتكي بيشتكي بناء على واقع موجود. انتم متخيلين ان امبارح لسه النهارده مستر موسيماني ما قدرش يمرن اللعيبه، حاسس ان الناس محتاجه تاخد فرصه تشم نفسها، فاداهم راحه النهارده، بكره هيتمرنوا يوم السبت مباراه انبي. فانتم متخيلين انه انت بتلعب امبارح وهتلعب بعد بكره 24 ابريل مع انبي، 27 ابريل مع المصري. بصوا حجم المباريات واهميتها، يعني السبت انت بتلعب مع انبي، 27 هتلعب مع المصري، 30 ابريل هتلعب مع الجونه، يعني 24 27 30 اقل من 3 ايام على طول مباراه، ويوم 3 مايو هتلعب مع غزل المحله، ويوم 6 مايو هتلعب مع الاتحاد، ويوم 10 مايو هتلعب مع الزمالك، و14 مايو هتلعب ماتش دور الثمانيه في دوري الابطال افريقيا، 21 مايو هتلعب مباراه العوده في بطوله افريقيا، 28 مايو مباراه كاس السوبر الافريقي مع نهضه بركان. يعني لمده شهر فقط، من 24 يوم السبت لغايه 28 مايو، انت بتلعب مع انبي وتلعب مع المصري وتلعب مع الجونه وتلعب مع المحله في المحله ومع الاتحاد في اسكندريه وماتش الزمالك وثلاث ماتشات افريقيه، تسع مباريات. يعني ده كلام غير ادمي بالمره، غير ادمي، ويتخلله مباراه افريقيه حاسمه. يا اخوانا، يعني بقول لك انت، لو يعني مش عايز اقول، يعني احنا زهقنا من نغمه الانديه دي بتمثل الكرة المصرية، مش بتمثل مصر، بتمثل الكرة المصرية في اللحظة دي. وإن الأندية دي يعني محتاجة، ما بقولش إنها تتدلع، لكن محتاجة للظروف شبه التقليدية. ما علينا، إحنا مش هنقعد بقى إن هي دي ظروفنا. لا، هو تعرف أنت كل ده كنت تستحمله إمتى؟ لما فيش إصابات، كنت هتقدر تعمل عملية تدوير. أيوه. إنما أنت بتعمل تدوير اضطراري، بتلعب ناقهين لسه ما خفوش، لاعب ناس لسه ما انسجمتش، ما نزلتش الملعب. انت النهارده لما ديانج وبانون عايز اطمن الجمهور على ديانج وبانون تحديدا، لانه عندك معلومات؟ النهارده طمني يا اخي. انا النهارده الحمد لله قالوا ديانج الاشعه اثبتت ان هي كدمه خفيفه، يعني ماشي. لا ترقى الى اصابه تعيقه. بدر بانون الحمد لله سليم، ما فيهوش اي حاجه، كان في خوف من الاجهاد في العضله يكون اثر بشكل او باخر. الكابتن سيد عبد الحفيظ طمني انه ديانج كدمه خفيفه لا ترقى للاصابه، بدر بنون الحمد لله ما فيش اصابه. بقيه اللعيبه، ياسر ابراهيم هيكون موجود في تمرين بكره ان شاء الله، يعني راجع من اصابه عشان يعزز الناحيه الدفاعيه، خاصه انه ايمن اشرف انت شفتوه امبارح واضح انه الراجل تعب زياده. اي لعيب هيرجع لك انت في عرض لعيب يرجع لك طبعا. اذا كنت عايز تعمل عمليه تدوير وتعوض الارهاقات، والناس دي اللي ذنبها في رقبه مين مش عارف، اللعيبه دي. لكن خلاص اتحاد الكوره، بس انا دلوقتي الكلام لاتحاد الكوره، لانه انت بتتكلم في البطوله الافريقيه. خدوا بالكم يا جماعه، الضغط على الاهلي بهذا الطريقه وبهذا الجدول مش في صالح حد، لانك لا اللعيبه دي هتروح للمنتخب. والله في صالح حد وسبت واثنين، ده انت هشوف دلوقتي المسؤولين الكبار بعظمه لسانهم وهم بيقولوا كنا بنعمل ايه عشان نضغط على الاهلي. المسؤول عن الكوره في مصر كان بيعمل ايه عشان يضغط على نادي الدوله. واخر حاجه تضحك، ما بقول لك الكذب بقى عمزه الاخطبوط. اذرع ممتده وتتلف وتعتصر الحقيقه وتاخدي عليها. لكن هو ربك اللي بيرزق بالحقيقه تطلع كده. الحقيقه يعني ده موضوع مهم جدا ان المهندس عدلي راح له، لانه ده هيكون جزء مهم في حلقتنا النهارده، والتسريبات الخطيره اللي ظهرت واللي كشفت كتير من اللي كان بيحصل تحت السطح، والناس تتكلم على ان الاهلي اللي بيتجامل والاهلي اللي بيتساند والاهلي اللي بيتساعد. يا عم اللي بيقول كده والله عارف اني ما بقولش الحقيقه، اقسم بالله. يعني ما هو الراجل يقول لك انا كنت عارف وبقول لهم اشتكوا وبتاع واعملوا وانا اللي كنت بقول الملاعب هنجيله يعني صناعه الفتنه تطلع صناعه مسؤول. ايوه،